القادرية البوشيشية بفاس ليلة دينية بمناسبة موافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد. الروبورتاج سعيدة بن عائشة. هذه الليلة الدينية الكبرى تم إحياؤها بمختلف زوايا تاريخ القادرية البوشيشية بالمملكة، وتم خلالها ختم القرآن الكريم وصحيح البخاري ليلة السبت الماضي. تحيي هذه الليلة فإنها تشاهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وشيخا ومريدا جلود مجندة لخدمة هذا المشروع الدستوري الذي حققه المغرب. بما أن المغرب انخرط في مرحلة جديدة من الديمقراطية، نشكر الله على هذا التغيير والتطور الذي عرفه المغرب منذ عهد قريب. وكانت الطريقة القادرية البوشيشية قد نظمت يوم الأحد 26 يوليو الماضي مسيرة حاشدة بعدة مدن شارك فيها أزيد من 750 ألف شخص، وانخرطت فيها منظمات المجتمع المدني وهيئات سياسية ونقابية، وذلك تأييدا لمشروع الدستور الجديد في المجال البيئي. شركة